طيب تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن طبعا كان بيتكلم عن قائمه الزمالك لمواجهه سيراميكا كليوباترا النهارده بالدوري الممتاز. تعالوا كده نشوف اراء جماهيرنا على السوشيال ميديا كانت ايه، والبدايه من عند مين يا نيرفانا؟ هنبتدي بانجي. صباح الخير يا انجي. صباح الخير يا نيرفانا. في غيابات ثواني بس، مش حاسه ان بقى في انجي كتير؟ انجي صباح الخير يا انجي. ايوه صباح الخير يا نيرفانا. في غيابات في القائمه لكن هي جيده الى حد ما، وان شاء الله لعبتنا لو استمرت على الاداء الرائع ده هنقدر نكسب ونحصل على 3 نقاط. اهم حاجه اللعيبه تركز وتلعب بروح وعزيمه على المكسب، وان شاء الله نستمر على الصداره والدوري في 100 عقبه. شكرا يا انجي. مبسوطه وبتقولي قوي احمد. طيب ريم زيزو بتقول صباح الورد يا انجي. صباح الخير يا نيرفانا، دايما متالقين على قناه الزمالك. نشكرك يا ريم. وبتقول انه طبعا في غيابات كتير بس القائمه جيده واحنا واثقين في اللعيبه ومستر فيريرا، وكل التوفيق وباذن الله الدوري في 100 عقبه. طبعا